بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الثاني ابن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى عيد استقلال بلاده اعرب سموه فيه عن اطيب تهني وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده ولشعب المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيق المزيد من التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد برقيه تهنئه مماثله الى صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه